بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طاعة الأمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان لا بد للناس من اجتماع يتعاونون فيه على مصالح دينهم ودنياهم، لأن هذا من الضرورات، فالإنسان لا يعيش وحده منفردا، بل لا بد أن يجتمع مع بني جنسه، كما قالوا في المثل: الإنسان مدني بالطبع. لما كان الأمر كذلك، وكانوا إذا اجتمعوا في مدينة أو في قرية أو في بادية أو في أي مكان، يحصل من بعضهم اعتداء على الآخر، إما في النفس وإما في المال وإما في غير ذلك، طبيعة البشر. فالإنسان من طبيعته الظلم والعدوان، كما قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. وكان لا بد من يحكم بينهم في رد الظالم وإنصاف المظلوم، لا بد من حاكم يرجعون إليه ويفصل بينهم ويتولى شؤونهم، وهذا الحاكم هو السلطان، وهو ولي الأمر. وكان لا يتم ولا يحصل إقامة السلطان إلا بالسمع والطاعة، إلا بالسمع والطاعة له. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لولاة الأمور، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور بعد طاعته سبحانه وطاعة رسوله. فطاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، والمنهج الذي يرجعون إليه ويحتكمون إليه كتاب الله وسنة رسوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمرجع هو كتاب الله وسنة رسوله،
والمنفذ هو السلطان، ولا يتم ذلك إلا بالسمع والطاعة والانقياد له. ولذلك نهى الله ورسوله عن معصية ولاة الأمور وعن مخالفتهم ما داموا مستقيمين على طاعة الله ورسوله، فلا تجوز معصيتهم ولا الخروج عليهم لما يسببه ذلك من المفاسد، من اختلال الأمن وتسلط الظلمة واعتداء المجرمين على الناس، حتى ولو كان في بعض ولاة الأمور شيء من النقص في دينه ما لم يصل إلى حد الكفر، وحتى لو كان بعض الولاة ظالما فإنه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه، والصبر على ما يحصل منه، الصبر على ما يحصل منه لما في ذلك من المصالح العظيمة، ولما في معصيتهم خروج عليهم من الشرور الكثيرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمن ثم صار إقامة السلطان وإقامة ولي الأمر أمر ضروري وواجب على الأمة، ولا يجوز لهم أن يبقوا بدون ولي أمر. ولهذا يقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فلا بد من إقامة الحكم وإقامة السلطان لما يزع الله به من الشرور ويدفع به من الفتن. ولهذا يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله يزع بالسلطان، يعني يدفع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن الناس يقرؤونه ولكن يعتدون، ولا يمنعهم هذا، وإن كانوا يقرؤون القرآن لا يمنعهم ذلك من العدوان، لكن السلطان يردعهم بالقوة ويأخذ على أيديهم ويمنعهم من العدوان بعضهم على بعض. فمنصب السلطان منصب عظيم ولا بد منه، وهو من الضرورات، ولا يجوز للمسلمين أن يعيشوا ولو فترة يسيرة بدون سلطان. ولهذا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا بتجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه عليه الصلاة والسلام حتى نصبوا ولي الأمر وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعلمونه من الضرورة لنصب الإمام، وأنها لا تمر ساعة بدون إمام. نعم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا خطاب من الله ونداء من الله للمؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله، لأنهم يمتثلون أمر الله ويستمعون لنداء الله، فلذلك وجه النداء إليهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. الدرجة الأولى طاعة الله جل وعلا، امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لما في ذلك من العبودية لله ولما في ذلك من المصلحة للناس. أطيعوا الله، وبعد طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المبلغ عن الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد ذكر الله ما في طاعة الرسول من الفوائد العظيمة: وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فتأتي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله عز وجل. ثم الدرجة الثالثة: أولي الأمر من المسلمين، من ولاة أمور المسلمين، تجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في المعصية، وإنما يطاعون فيما عداها مما ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر بالدرجة الأولى هم ولاة الأمور، هم السلطة، ويدخل فيهم أيضا العلماء، فالعلماء من ولاة الأمور من الناحية العلمية، والأمراء من الناحية السياسية، فلا بد أن يطاع ولاة الأمور من الأمراء ومن العلماء، لأنهم هم ولاة الأمور. فطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر تتكامل بها الحياة السعيدة، ويتكامل بها مصالح البشر ومنافع الناس. نعم. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله أي اتخذوا بينكم وبين الله وقاية تقيكم من عذابه، وذلك بفعل أوامره سبحانه، ترك نواهيه، فإن هذا هو الذي يقيك من عذاب الله ومن غضب الله. وتقوى الله بحسب الاستطاعة، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي ما تستطيع، وما لا يستطاع فإن الله لا يكلف به. فيجب على المسلم أن يتقي الله مهما استطاع، فإذا عجز فإنه غير مؤاخذ. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: الغزو غزوان، فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة ويأسر الشريك واجتنب الفساد
فإن نومه ونبهته أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. رواه أبو داود والنسائي. نعم، الغزو هو الخروج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، غزو الكفار، غزو الكفار والمفسدين في الأرض لأجل إزالة ضررهم، وهذا من مناصب الإمام، الغزو من صلاحيات الإمام. ولا يقوم غزو ولا جهاد بدون إمام، بدون ولي أمر، فإمام المسلمين هو الذي ينظم الجهاد، وهو الذي يأمر به، وهو الذي ينظر في أحوال المسلمين هل يستطيعون الجهاد أو لا يستطيعون، فهذا من صلاحيات ولي الأمر. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغزو إلى قسمين: غزو صحيح فيه المصالح وفيه المقاصد العظيمة، وهو الغزو الذي يكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونشر الإسلام والدفاع عن الدين، وغزو ليس في سبيل الله وهو ما يراد به الرياء والمفاخرة والسمعة أو طمع الدنيا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل يرى مكانه، الرجل يقاتل لأجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يكون قصده إعلاء كلمة الله هذا هو الذي في سبيل الله، ومن عداه فإنهم في سبيل ما قصدوا، ليس لهم غير ما قصدوا. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حسب النيات، ليست العبرة بالمظاهر، إنما العبرة بالنيات والمقاصد، والله يعامل الخلق بحسب نياتهم ومقاصدهم، ولا يعلم النيات والمقاصد إلا الله جل وعلا، فهو الذي يعلمها ويعامل العباد بموجبها. نعم، أعد الحديث. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: الغزو غزوان. نعم. فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام. ما أما من ابتغى بالغزو وجه الله، وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الذي ابتغى وجه الله وأطاع الإمام، هذا محل الشاهد من الحديث للباب، أطاع الإمام، إمام المسلمين. دل هذا على أن الجهاد من صلاحيات الإمام، وأن الغزو من صلاحيات الإمام، فلا أحد يغزو أو يجاهد بدون إذن إمام المسلمين. فمن أصلح نيته لله وأطاع الإمام حصل على المقاصد العظيمة. نعم. وأنفق الكريمة. وأنفق الكريمة يعني في سبيل الله، أنفق المال الجيد، الكريمة يعني المال الجيد، خرج بذلك المال الردي أو القليل الذي لا ينفع أو يقل نفعه. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث، يعني الردي، المراد بالخبيث هنا الردي من المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فإذا أراد الإنسان أن ينفق فإنه ينفق من أجود ما عنده، من أجود ما عنده أو من متوسط ما عنده، وأما أنه ينفق الردي الذي ليس له به رغبة فهذا لا فائدة منه ولا أجر فيه. وكلما طابت النفقة كانت من كسب طيب ومن مال حلال، وكانت أيضا نفقة جيدة، جيدة النوع، كثيرة النفع، فإن أجرها يكون أعظم. أنفق الكريمة. نعم. وياسر الشريك. نعم. وياسر الشريك. ياسر الشريك لأن الناس يشتركون، في حاجة الناس إلى الشركات والاشتراك في البيع والشراء والمشاريع وغير ذلك، فيكون الشريك ناصحا لشريكه ويكون أيضا متفاهما معه، يكون متفاهما معه ولا يكون بينهما شقاق ولا يخون شريكه، بل يكون ناصحا لشريكه. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. نعم. الشركة تقوم على المناصحة وعلى الصدق وعلى الوفاء. نعم. واجتنب الفساد. اجتنب الفساد بعمومه، الفساد ضد الصلاح، الفساد ضد الصلاح، اجتنب المعاصي لأن فساد، اجتنب أنواع المنهيات لأن كل المناهي فهي فساد. فالغازي أولى، الغازي أولى بهذه الأمور، أن يخلص نيته لله عز وجل وأن يطيع ولي الأمر وأن يتصالح مع شريكه في الغزو أو في غيره وأن ينفق من أجود ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن نومه ونبهته أجر كله. نومه أجر، إذا اتصف بهذه الصفات فإنه يؤجر على أحواله في الغزو، سواء كان مستيقظا أو كان نائما، معاملة له بنيته الطيبة. نعم. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. أما من غزا فخرا، أما من غزا فخرا وعصى ولي الأمر على النقيض من الأول، ما غزا لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته، إنما غزا للمفاخرة ليمدح ويقال عنه ويقال إنه بطل، إنه شجاع، إنه إلى آخره، وعصى الإمام، لا يتمشى مع أوامر الإمام، يحتقر الإمام، فهذا لم يتأدب بآداب الغزو وعصى الإمام. نعم. ثم من غزا فخرا ورياء وسمعة. نعم. وعصى الإمام وأفسد في الأرض. الفخر عرفنا، والرياء أن يقصد بعمله المدح، يعمل الأعمال ليراه الناس يمدحوه إذا رأوه، فالرياء فيما يرى من الأعمال، والسمعة فيما يسمع من الأقوال، كأن يقرأ القرآن ويكثر من التسبيح والتهليل وذكر الله وهو يريد بذلك أن يسمعه الناس
فيثنوا عليه. هذه مذام في الغازي وفي غيره، وأفسد في الأرض، لا يتجنب المفاسد، لا يتجنب إضاعة الصلاة، لا يتجنب الغيبة والنميمة، لا يتجنب أكل الحرام، لا يتجنب جميع أنواع الشهوات المحرمة، بل يعطي نفسه ما تريد مما لا يحل له، فهذا لا يرجع كفافا، يعني لا يرجع سالما، لا يرجع. الأول رجع غانما ومأجورا وموفورا له حظه، وهذا لا يرجع كفافا، يكون خروجه تعبا عليه ولا يرجع منه بفائدة. نعم. والشاهد منه أطاع الإمام وعصى الإمام، لأن الباب باب طاعة ولي الأمر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجاه. على المرء المسلم السمع والطاعة لمن؟ لولي الأمر. السمع والطاعة لولي الأمر فيما أحب وكره، يعني سواء كان أمر ولي الأمر يوافق رغبته وهواه أو لا يوافق رغبته وهواه. أما الذي ما يطيع ولي الأمر إلا فيما يرغبه ولا يطيع فيما لا يرغبه فهذا متبع لهواه. فعلى المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره، يعني ما لا يرغبه، لما في ذلك من المصلحة العظيمة. فقد يكره الإنسان شيئا وهو خير له، كما قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا شيئا وهو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شر شيئا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فليست العبرة برغبة الإنسان، العبرة بما يترتب على الشيء من المصالح والمنافع، وإن كان يكرهه في نفسه لكن العاقبة تكون حميدة. وقد يحب الإنسان شيئا ويرغب في شيء وهو ضرر عليه، ولهذا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما فيه مصلحتكم ولو كرهتموه، ويعلم ما فيه مضرتكم ولو أحببتموه. فأطيعوا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يأمركم ولا ينهاكم إلا فيما هو، لا يأمركم إلا بما هو من صالحكم، ولا ينهاكم إلا عما فيه مضرتكم، لأنه يعلم ما كان وما يكون، ويعلم العواقب سبحانه وتعالى. فعلق رغبتك بأمر الله وأمر رسوله، فإذا أمر الله أو أمر رسوله بشيء فبادر بالامتثال، ولو كانت نفسك تتثاقل أو تكره هذا الشيء، لأنك تعتقد وتتيقن أن هذا هو عين المصلحة. نعم. باب الخروج عن الجماعة. الخروج عن الجماعة، عرفنا في الباب السابق أنه لا بد من الجماعة، لا بد من الاجتماع، لا بد للناس من الاجتماع، والاجتماع لا يتم إلا بولي أمر، وولاية الأمر لا تتم إلا بالسمع والطاعة وعدم المعصية لولي الأمر، وهذا من الكبائر. ولذلك ذكر الشيخ هذا الباب في كتاب الكبائر: معصية ولاة الأمور من الكبائر، من كبائر الذنوب.
فلما ذكر في الباب السابق ذكر وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك من المصالح ودفع المضار، ذكر في هذا الباب ما في الخروج عليهم ومعصيتهم من المضار الخطرة عاجلا وآجلا، والخروج على ولي الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال جل وعلا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، من عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة ولي الأمر من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من طاعة الله، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولي الأمر من طاعة الله ورسوله، إلا إذا، لأنه بشر قد يأمر بمعصية فأنت تتجنب المعصية ولا تفعلها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن ليس معنى هذا أنك تنقض البيعة وأنك تخرج على الإمام تقول لي أنه أمر بمعصية، المعصية تجنبها لا تفعلها، وأما أن تطيعه في بقية الأمور هذا واجب عليك. نعم. وقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا وعيد، نوله ما تولى، نتركه في غيه وضلاله، ونصله جهنم. واللي ما تولى هذا في الدنيا والله أعلم، ونصله جهنم هذا في الآخر، ساءت مصيره. يشاقق الرسول ما معناه؟ يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر. هذه مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يأمر وينهى وهو مخالف، وهو مخالف لنهي الرسول وأمره، يكون في جانب آخر ليس هو في الجانب الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. من بعد ما تبين له الهدى، أما إذا كان جاهلا ولا يدري فإنه معذور حتى يعلم، فإذا علم وشاق الرسول بعد العلم فهذا توعده الله بهذا الوعيد، نوله ما تولى، يتركه الله في ضلاله وفي غيه وفي عنجهيته، عقوبة له عاجلة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد من الآية، يتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون جماعة واحدة وتحت قيادة إمام واحد، فهو يخرج عليهم ويتبع غير سبيلهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا فيه تحريم الخروج على ولي الأمر، لأنه اتباع لغير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين طاعة ولي أمر المسلمين، وهذا عصى ولي أمر المسلمين فخرج عن ما عليه المسلمون، واتبع غير سبيلهم. واحتج الأصوليون، أصحاب أصول الفقه، احتجوا بهذه الآية على حجية الإجماع، أن المؤمنين إذا أجمعوا على شيء فلا تجوز مخالفتهم، مخالفة الإجماع خطيرة جدا وشذوذ عن جماعة المسلمين.
وانفراد عن طاعة ولي الأمر، فهو شاق الرسول عن علم وعن معرفة، وتجنب ما عليه المسلمون، تبع غير سبيل المؤمنين، فهذا جنى على نفسه أعظم الجناية. فالآية فيها دليل على تحريم الخروج عما عليه المسلمون، ومن ذلك طاعة ولي الأمر الذي هو من صالح الجميع، فائدة الجميع. فأنت لو فكرت وتدبرت حالة ولي الأمر وحالة المسلمين معه، ولي الأمر يتعب ويواجه المشاكل ويواجه الأخطار، ودائما هو في عراك مع المشاكل، وأنت في راحة وفي أمن واستقرار تحت ظله، تحت ظل ولي الأمر. فهذا مما يوجب الشكر على المسلمين، أن يشكروا الله الذي جمعهم وأقام لهم إماما يسهر على مصالحهم وعلى أمنهم واستقرارهم. فهو عليه التعب العظيم، لكنه مأجور إذا صلحت نيته، ومأجور أجر عظيم. ونحن في راحة وفي استقرار وفي أمن وفي رغد من العيش. هو كما تعلمون هو دائما يصارع المشاكل، دائما يحاذر من العدو، دائما يخشى من هجوم العدو ومن مخاطر الفتن والشرور. وأنتم آمنون مستقرون، تنامون وتأكلون وتشربون. فهذا يجب على المسلم أنه يتفكر فيه. نعم. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، جميعا هذا محل الشاهد. اعتصموا بحبل الله الذي هو القرآن، تمسكوا به. القرآن والرسول والإسلام كله حبل الله جل وعلا، تمسكوا به، اعتصموا به. الاعتصام كما تعلمون، الاعتصام أنك تلجأ إلى مأمن، إلى شيء تأمن تحته، لأنك في هذه الدنيا، أنت في هذه الدنيا في مجال حوادث وتغيرات وشرور، وين تلتجي إليه من هذه الشرور وهذه الفتن؟ تلتجي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى دين الإسلام، تعتصم بذلك. ثم قال: ولا تفرقوا. نهى عن التفرق، لأن التفرق عذاب والاختلاف عذاب، والاجتماع رحمة وأمن واستقرار. فهذا فيه، في قوله ولا تفرقوا، النهي عن خروج، عن الخروج على ولي الأمر، النهي عن الخروج على ولي الأمر، لأنه تفرق واختلاف. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا من مصالحنا، هذا من مصالحنا نحن، والخير راجع إلينا، نحن الذين نجني الثمرات من الاجتماع والائتلاف وطاعة ولاة الأمور، نحن الذين نجني الفوائد ونجني الراحة والاستقرار. فلنا الثمرة وعليهم التعب والمشقة. فلذلك يجب أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نتعاون معهم وأن ندعو لهم بالصلاح والاستقامة والتوفيق،
لأن هذا من صالح المسلمين، وأن نناصحهم ونتعاون معهم حتى يستقيم الأمر لنا ولهم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد شبر مات ميتة جاهلية. أخرجاه. من كره من أميره شيئا فليصبر. هذا فيه أن الأمير قد يحصل منه شيء يكره، ما هو دائما كل أوامره بصالح أو كلها ترضيك أو كلها مصلحتك، لا، قد يكون فيها أشياء لا ترضاها في لدنياك، أما دينك لا، ما تقبلها، لكن دنياك تكرهها لأن فيها نقص عليك في الدنيا أو مشقة عليك في الدنيا أو يظلمك ويأخذ مالك أو يضرب ظهرك، فعليك أن تصبر، أن تصبر ولا تنازع ولي الأمر وتشق عصا الطاعة، لأن الصبر على هذا أخف من الفتن التي تحصل على الخروج على ولي الأمر. ما في شك إن ما ينالك من ولي الأمر من الظلم ومن المشقة، لا شك إنك تكره هذا وأنه ضرر عليك، لكن يقولون ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما واجب، فأنت عليك ضرر، لكن خروجك عليه فيه ضرر أكثر، وهو شق عصا الطاعة وتفريق الكلمة. هذا من ناحية العموم. من ناحية الخصوص أيضا أنت تخرج عن جماعة المسلمين وتخلع ربقة الإسلام من عنقك، تموت ميتة جاهلية، لأن يعني أهل الجاهلية هم الذين لا يصبرون على طاعة ولاتهم، وهم الذين لا تجمعهم راية، فالجاهلية معروفون بالتفرق والاختلاف والثارات والغارات بينهم، فمن خرج من الإسلام وعصى ولي الأمر خرج إلى الجاهلية، فإذا مات ولم يتب فإنه يموت على ما كانت عليه الجاهلية، يكون فيه خصلة، يموت على خصلة من خصال الجاهلية وهي معصية ولي الأمر والخروج عليه. هذا دليل على أن الخروج على ولي الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن أمور الجاهلية كلها كبائر، أمور الجاهلية كلها من الكبائر، ومن ذلك معصية الولاة، وهذا ما معروف عن أهل الجاهلية. نعم. ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت يا رسول الله كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. نعم، هذا حديث حذيفة أيضا يحث على الصبر على ما ينال الإنسان من الولاة. الولاة بشر، يحصل منهم غضب، يحصل منهم بطش، يحصل منهم مصادرة أموال للناس، يحصل منهم معاصي في أنفسهم، يحصل منهم فسق في أنفسهم، لكن يصبر على هذا في مقابل جمع كلمة المسلمين، لهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، فدل هذا على وجوب السمع والطاعة
حتى ولو نالك من الأمير ما ينالك من ضرب ظهرك بالسياط وأخذ مالك بالمصادرة، وهذا ظلم، ولكن تصبر عليه ولا تشق عصا الطاعة أو تؤلب على الأمير، لأن هذا يترتب عليه من المفسدة أعظم من المفسدة التي نالتك أنت في نفسك، لأن مفسدة هذا عامة للناس كلهم، أما ما نالك أنت هذا خاص بك، مضرة فردية تصبر عليها ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا مع الولاة الظلمة والفساق، فكيف بالولاة الطيبين والولاة الصالحين والعادلين والذين لم يحصل منهم تعد على الناس ولا ظلم للناس، بل هم يعطون الناس، هم يعطون الناس وينظرون في مصالح الناس، هذا من أكبر النعم على المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال: سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. نعم، يكون فيهم ظلم، يكون قلوبهم قاسية وفيهم ظلم وغشم، وهذا أيضا يحصل بسبب العباد أنفسهم. العباد إذا أساءوا سلط الله عليهم الظلمة، العباد إذا أساءوا مع الله وعصوا الله سبحانه، الله يسلط عليهم من ينتقم منه، يسلط عليهم الظلمة. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فعلى المسلم أنه يصبر على هذه الأمور، وقد يكون قلب السلطان ليس القلب الصالح النقي، يكون فيه ظلم، فيه قسوة، فيه غشم، لكن المصلحة العامة التي هي اجتماع الكلمة ودفع الفتن، هذه أعظم، هذه زوالها، زوال هذه أعظم من المضرة الجزئية التي تحصل على بعض الناس. نعم. صلى الله عليه. وله عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه مرفوعا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم، هذا إذا دل هذا الحديث على أنه إذا تم الأمر وانعقدت البيعة لواحد من المسلمين وتآلفت الجماعة، ثم قام شخص يريد شق عصا الطاعة ويفرق الجماعة، فإنه يجب قتله، يجب قتله لراحة المسلمين. فدلها لأنه ما يقتل إلا لأمر كبير، فدل على أن الخروج على ولي الأمر أنه كبيرة تستحق القتل، عقوبة له وتعزيرا له وردعا لأمثاله، وهذا من دفع الشر الأعظم بالشر الأقل. الشر الأعظم الذي يحصل على المسلمين بالشر الأقل الذي هو قتل هذا الشخص، لما في ذلك من القضاء على دابر الفتنة، وإن كان مسلما يقتل ولو كان مسلما، لأنه يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة ويريد الإخلال بالأمن، ويترتب عليه مفاسد كثيرة. فدل هذا على أننا لا نطيع دعاة الضلال. الآن فيه دعاة ضلال يهيجون على ولاة الأمور ويتلمسون لهم العثرات وينسون ما لهم من الحسنات، يغمرونها ويدفنونها ويتلمسون زلاتهم وينفخون فيها وينشرونها في الناس لأجل تهييج الفتنة، لأجل تهييج الفتنة وشق عصا الطاعة. فيجب أن نحذر من دعاة الضلال، دعاة السوء، والذين يحرشون بين المسلمين وبين ولاة الأمور ورعيتهم. يجب أن نحذر من هذا الصنف من الناس، وأن نكون ضدهم، وأن نحذر منهم،
لأن الدولة دولة الجميع والمصلحة للجميع، فليست المصلحة لولي الأمر أنه يصير سلطان وأنه يصير أمير وأنه يصير له جاه، ليست المصلحة له وحده، المصلحة لنا أكثر من ولي الأمر، مصلحتنا نحن أكثر من مصلحة ولي الأمر، بل ولي الأمر عليه التعب كما سبق والمقاسات والسهر، أما المصالح والثمرات فهي للرعية. فإذا جاء من يريد الإفساد، يريد أن يشق عصا الطاعة، وقد لا يكون عنده مقدرة أنه يخرج على الإمام، لكن يهيج الناس، يهيج الناس ببث الفتن والشرور والتحريض على ولاة الأمور. الولاة بشر يحصل منهم أخطاء بلا شك، يحصل منهم أخطاء ومخالفات ونقص، ولكن ما داموا على الإسلام لم يكفروا لم يخرجوا عن الإسلام فإنها تجب طاعتهم ويجب القيام معهم مناصرتهم. المسلمون فيما سبق كانوا مع الولاة، والولاة كما تعلمون فيهم وفيهم، الحجاج بن يوسف وفلان وفلان عندهم هفوات وعندهم أمور، لكن العلماء وقادة المسلمين معهم ويجاهدون معهم ويدعون لهم ويناصرونهم. الإمام أحمد ماذا حصل عليه من المحنة والفتنة، ومع هذا ما حرض على ولي الأمر ولا خرج عن طاعته، وهو لو أشار إلى الناس إشارة، الإمام أحمد لو أشار إلى الناس أدنى إشارة لبادروا معه، ولكنه رحمه الله يراعي المصلحة العامة ويراعي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبر على ما أصابه. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا حصل عليه من السجون ومن المناظرات ومع هذا ما حرض على ولي الأمر، بل يحث على طاعته ويدعو له. فالأئمة يحصل عليهم ما يحصل من ولاة الأمور، ومع هذا يصبرون وينهون عن الخروج عليهم ويدعون لهم بالصلاح والاستقامة. فهذا منهج عظيم للمسلمين، يجب أن يعرفوه ويتنبهوا له، وأن يحذروا من المندسين، من أصحاب الفتنة والمهيجين، قد يكونون من نفس البلد وقد يكونون جاءوا من الخارج واندسوا بيننا، أو أنهم يرسلون لنا بالفتن والشرور من خلال الفضائيات، من خلال وسائل الإعلام، قد ينشرون هذه الشرور وهم في مكانهم وهم بعيدون عنا، لكن تصل إلينا شرورهم. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور، وأن نحذر وأن ننصح لولاة أمورنا، ولا نسكت إذا رأينا من يريد هذا الأمر، علينا أن نناصحه أولاً، فإن ترك هذا الشيء وكف عنه وإلا يجب علينا أن نبلغ عنه حتى يؤخذ على يده، لأن الرسول يقول اقتلوه، من أتاكم وأمركم على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فاقتلوه، ما قال اسكتوا عنه، قال اقتلوه قتل. فكيف على الأقل ما نبلغ عنه ونبين ضرره ونحذر منه؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الفتن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وأثابكم. أنا أدري وش يقول. نحتاج إلى ترجمة، نحتاج إلى ترجمة، كلامك ما نفهمه. شيخ أحمد مو واضح الصوت، ترى ما أدري أصلح الصوت أولاً.
طيب نبدأ حنا يا شيخ. أحسن الله إليكم بارك فيكم. معالي الشيخ، هذا سائل يقول: هل يحتاج جهاد الدفع إلى إذن الإمام؟ وما موقف الشرع من الحركات الجهادية التي تقاوم المحتل الكافر ولو كره الإمام فعلهم؟ وإذا كان الإمام يوالي غير المسلمين فهل يسمع له ويطاع؟ أفيدونا مشكورين. كان الإمام يوالي غير المسلمين. نعم، نحن مع ولي الأمر، مع ولي أمر المسلمين ومع ولي أمرنا دائما وأبدا. وجهاد الدفع لا بد من إذن الإمام، لا بد من إذنه في الجهاد عموما، سواء كان جهاد طلب أو جهاد دفع، ما يصلح الفوضى أبدا، فلا بد أن نكون مع الإمام، ولا يجوز أننا نقاتل إلا بإذنه، لا نذهب هنا وهناك إلى القتال في ساحات خارج البلاد إلا بإذن ولي أمرنا، لأننا راعية تحت راعي، فلا بد أن نتقيد بأوامره لما في ذلك من المصالح العظيمة، وهو ينظر في مصالح المسلمين، هو يتولى هذا الأمر وهو نائب عن المسلمين، ينظر في ما هو الأصلح، فإذا أمر أطعناه وإذا نهى أطعناه لما في ذلك من المصلحة العظيمة. ويقول أنه يوالي غير المسلمين، من قال هذا؟ كيف والى غير المسلمين؟ بين لنا كيف والى غير المسلمين. والاهم عندك أنت، وأما في الواقع فهو ما يوالي غير المسلمين إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون الجهاد فرض عين؟ يكون فرض عين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا حضر القتال وهو يقدر على القتال فلا يجوز له أن يفر، لأن هذا فرار من الزحف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه المسألة الأولى، إذا حضر القتال بين المسلمين والكفار وهو يقدر فلا يجوز له أن يفر أو أن يقعد، بل يقاتل. المسألة الثانية، إذا أمره ولي الأمر وجب عليه الطاعة والغزو. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فإذا عينه ولي الأمر وأمر عليه بالغزو وجب عليه أن يطيع ولا يتخلف، عين يجب عليه عينيا. المسألة الثالثة، إذا حضر بلده عدو، حصر بلده عدو، إذا حصر بلده عدو فإنه يجب عليه أن يدافع عن بلده تحت قيادة ولي الأمر، يدافع، يجب على الجميع، ما هو على أفراد، على جميع أهل البلد أن يدافعوا تحت ولي أمرهم، تحت رايته. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم من قتل بدون إذن والديه وإذن ولي الأمر؟ حكمه أنه عاصي، أنه عاصٍ لوالديه، عاقٍ لوالديه، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وعاصٍ لولي الأمر، وهذا أيضا كبيرة ثانية من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. هل يدخل في طاعة ولاة الأمر طاعة من يوكل إليه
أمر شيء من أمور المسلمين مثل الرؤساء والقادة وأصحاب الشأن؟ بلا شك أن ولي الأمر إذا أمر أميرا أو قائدا أو ولى مسؤولا من المسؤولين فإنه نائب، يكون نائبا عن ولي الأمر فتجب طاعته، وطاعة النائب طاعة للمنوب عنه. نعم. أثابكم الله. يقول: هل الذي يؤوي العمالة الهاربة يدخل في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لعن الله من آوى محدثا. المحدث الذي يحدث في دين الله ما ليس منه وجب عليه حد من حدود الله، وجب عليه حد الردة، حد الزنا، حد الخمر، ويجي واحد يدافع عنه، هذا آوى محدثا، عليه لعنة الله، لا يجوز إيواء المحدث. أما العمالة هذا مخالف، هذا مخالف ومعصية، لكن لا يصل إلى إيواء المحدث لأنهم ما أحدثوا في الدين شيء، إنما يطلبون الرزق لكن خالفوا النظام وعصوا ولي الأمر، فهذه معصية يأثمون عليها. نعم. واللي تستر عليهم يكون عاصيا لولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطة يذكر فيه أخطاءه وهفواته، فهل هذا من المنهج الصحيح؟ إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ هذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها. أما إذا كان القصد التشهي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فما المقصود بهما؟ المقصود بالمأثم ما يحصل به الإثم من المعاصي وكل ما فيه إثم إنه مأثم، والمغرم المراد به والله أعلم الغرامة والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين، يعني الدين لا شك أنها غرامة، أو أن أحد يغرمه ويلزمه بغرامة أو ضريبة، فهذا من المغرم ومن الظلم. نعم. يقول أيضا: أثابكم الله، كيف يكون علاج الفتور؟ الفتور؟ نعم. الفتور يعني صدفة العبادة يمكن. الفتور بالنشاط وبتعويد النفس على الجد وعلى العمل وعلى. نعم. هذا القول في الحقيقة هو البدعة، اللي ينكر التهجد وقيام الليل هذا هو المبتدع، أما الذي يقوم الليل ويتهجد ويصلي بالناس في أول الليل وفي آخره في رمضان في العشر الأواخر فهذا هو الذي على السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد عشر أو عشرين أو ثلاثين بل حث على قيام رمضان.
فالمسلمون يقومون رمضان من أول الليل وفي آخر الليل في العشر الأواخر، وكان السلف يعملون هذا، كانوا يصلون التراويح ويصلون التهجد ولا ينصرفون إلا عند الفجر. ولم يأتهم هذا الشخص اللي يقول أنتم مبتدعة، هذا جاهل ولا يدري. فالواجب أن المسلمين يغتنمون شهر رمضان بصلاة التراويح والتهجد سواء جماعات أو فرادى، ويكثروا من ذلك بحسب ما يسر الله لهم، ولا أحد يحدد لهم الركعات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ورفع كل ركعة القصر. نعم. ورد عيد السؤال. هذا السائل يقول هل الأصل الجهر أم الإسراف في صلاة الراتبة والعشاء؟ الرواتب الفجر والعشاء الإسرار يسر فيهما، وأما الفريضة صلاة العشاء وصلاة الفجر فإنه يجهر بها، الفريضة يجهر بها سواء إمام أو منفرد يجهر بها، هذا هو السنة. أما الرواتب فإنه يسر بها، هذا الذي عرف عن أهل العلم وعن السلف، ما كانوا يجهرون في الراتبة، راتبة الفجر، ولا كانوا يجهرون في راتبة المغرب أو راتبة العشاء. نعم. السبيل إلى هذا بأمرين: الأمر الأول أن تغلق هذه الفضائيات عن بيتك وعن أولادك وعن نفسك، وعن تغلق هذه الفضائيات لا تجلبها إلى بيتك لتسلم من شرها، هذا الأمر بالنسبة للأفراد. بالنسبة للمجموعة أن يتعاونوا على صد هذه الفضائيات، وأن يسعوا مع ولاة الأمور ومع المسؤولين في صد هذه الفضائيات، وفي ترتيب الرد عليها بإحداث فضائيات خيرية ترد على هذه الفضائيات الفاسدة، تقاومها. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، ونبين للإخوة أنه إن شاء الله تعالى في المحاضرة التي بعد الدرس الذي بعد صلاة العشاء لمعالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ سيبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم، ونلتقي للإخوة في الطائف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نشكر الإخوة في الرياض ونعود للأسئلة. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: دائما إذا دخلت المسجد ووجدت مناديل آخذ منها كمية وأضعها في جيبي. لا تأخذ إلا حاجك فقط، هي موضوعة للمحتاج فقط داخل المسجد، للمحتاج داخل المسجد، أما أن تأخذ منها شيء تخرج به عن المسجد فلا، هي وقف للمسجد، فلا يجوز أن تخرج بها إلى بيتك أو إلى مكان آخر، أو أن تأخذ شيئا زائدا عن حاجتك. نعم. في المسجد، عن حاجتك في المسجد. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ذهبت إلى المستشفى وقاموا بوضع لزقة صغيرة على ظهري ولم أعلم بذلك، فأصابتني جنابة فاغتسلت دون أن أنزع اللزقة لأنني لم أكن أعلم بوجودها، وبقيت على ذلك 3 أيام أو أكثر، فهل صلاتي خلال هذه الأيام صحيحة أم يجب علي إعادتها؟ إذا كان حفظت الماء على جسمك بنية الاغتسال ومضى الماء على اللزقة مشى عليها،
إنها تدخل في النية إن شاء الله، ولكن في المستقبل تمسح عليها، إما أن تنزعها إذا كان ما تحتاجها، وإذا كنت تحتاجها فإنك تمسح عليها، وأما ما مضى فهو صحيح إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا كان القارئ يقرأ القرآن ومر بسجود تلاوة ولم يستطع السجود، فهل صحيح أنه يسبح ويكفي ذلك؟ لا، ما ورد هذا، ما ورد أنه يسبح، إما أن يسجد هذا السنة، وإما أن يترك السجود وليس عليه شيء والحمد لله. نعم. أثابكم الله. يقول: هل تجوز إمامة الصبي الذي لم يبلغ؟ فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تجوز إن شاء الله، إذا كان الصبي مميزا وجيد القراءة الصحيح أنها تجوز إمامته، لأن عمر بن سلمة كان يؤم قومه وهو دون البلوغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمهم وهو دون البلوغ لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن، كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الدم نجس، وكيف نوفق بأن ابن عمر صلى وجرحه ينزف دما؟ هذا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يرون أن الدم نجس فيجب غسل ما أصابه من الجراحة أو غيرها، ومنهم من يرى أنه ليس بنجس، وهذا بل إن الذين يرون أنه نجس يقولون أيضا ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا ينقض الوضوء. وأما القول الثاني فلا يرى أنه نجس ولا يرى أنه ينقض الوضوء، ويستدلون بقصة عمر رضي الله عنه وبقصة الصحابة في الجهاد، كانت تصيبهم الجراحات الكثيرة وتنزف منهم الدماء ويصلون، ولا ذكر أنهم يغسلون ذلك أو أنهم يتوضؤون. نعم. تابكم الله. يقول أيضا: هل مس الذكر بدون حائل ينقض الوضوء؟ نعم، مس الذكر باليد بالكف، مس الذكر بالكف مباشرة بدون حائل ينقض الوضوء، لحديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ لا حاجة إلى المصحف في صلاة الفريضة يا أخي، اقرأ ما تيسر معك، لو سورة قصيرة، لو آية، يعني ما تحفظ سورة الإخلاص، ما تحفظ إنا أعطيناك الكوثر، اقرأ ما تيسر من القرآن ولا حاجة إلى المصحف. إنما المصحف يحتاج إليه في القراءة الطويلة كقراءة صلاة التراويح أو صلاة التهجد التي تحتاج إلى قراءة طويلة، والإمام يمر القرآن من أوله إلى آخره، يحتاج إلى المصحف إذا لم يحفظ. أما الفريضة الحمد لله ميسرة، تقرأ ولو آية ولو سورة قصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول: ذهبت إلى الرياض لمدة أسبوعين، وكنت أعلم مدة بقائي في الرياض، فما هو الأولى والأفضل لي، أن أتم الصلاة أم أقصرها؟ ما هو بالأولى والأفضل، الواجب أن تتم الصلاة، إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فالواجب عليك أنك تتم الصلاة، لأن السفر انقطع بالإقامة التي تزيد على 4 أيام، هذا قول جمهور أهل العلم. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم وأثابكم، صلى الله على نبينا محمد.